السلام عليكم أعزائي الطلبة، نكمل وياكم التمارين النشاط. عندنا الصفحة 22. I answer these questions about the letter. أجب على هذه الأسئلة اللي تتعلق بالرسالة. هاي الرسالة اللي قريناها بالدرس الماضي. زين، هنا عندنا أسئلة. Why was the new year better for Christy and her family this year? يقول لي ماذا كانت السنة الجديدة أفضل لكريستي وعائلتها هذه السنة؟ سؤال. What date is the New Year Day in Britain? ما هو تاريخ السنة الجديدة، عيد السنة الجديدة في بريطانيا؟ سؤال ثاني. What did they have for dinner on the New Year Eve? ماذا هم يعني تناولوا بالنسبة لي العشاء في عشية السنة الجديدة؟ Why did they move furniture to the side of the room? لماذا هم حركوا الأثاث إلى جانب الغرفة؟ What are big bag pipes? ما هو مزمار القربة؟ هذا مزمار القربة، هذا المزمار بايب. هذا السؤال الخامس. السؤال السادس. What did the family do at midnight? ماذا العائلة فعلت في منتصف الليل؟ Two things، شيئان اثنان. What is the new year resolution? ما هي وهو قرار السنة الجديدة؟ Explain your own words، وضح بكلماتك الخاصة بك. هسه هذه سبعة راح أعطيكم الأجوبة عليها بالنسبة لي الأجوبة اللي تتعلق بهذا التمرين. هذه الأجوبة بالنسبة لي السؤال رقم واحد. Because they had a lot of relation visiting from Australia. بسبب أنهم كان لديهم الكثير من العلاقات اللي زوروهم زيارات من أستراليا. زين، اثنين، الجواب هو January 1st، الأول من الشهر كان من الثاني. They had roast lamb، هاي الأقامة المأدوبة، كان لديهم اللحم غنم roast potatoes، هاي اللحم المقلية، البطاطا المقلية واللحم المشوي اللحم الغنم المشوي والبطاطا المقليه والمشويه، كاروتس الجزر والخضروات الاخرى. They had chocolate، كما يعني هم تناولوا الشوكولاته، تناولوا الشوكليت كيك، هاي كعكه الشوكليت والايس كريم المثلجات، واند ابل باي، وفطيره التفاح فور ديسيرت، اللي هاي بالنسبه للحلويات. الرابع جواب، they move furniture home، ابعدوا الاثاث to do scotch dancing، لكي يعني الاثاث خلوها على صفحه في جانب الغرفه حتى يسوون رقص اسكتلندي. باك بايبس، هاي مزمار القربه، هذا ار سكوتش ميوزيكال انسترومنت، هو اله موسيقيه اسكتلنديه. they stood in a circle، السادس، هم جلسوا وقفوا في دائرة، وامسكوا بأيديهم وغنوا هاي الأغنية old long sign. any two of these، okay، يعني هاي تقدر تكتب أي رقم من هذني، هاي يقول لك أي كلمة من ذني، أي كلمتين كنت تكتب، هاي أو هذي عادي، كل صحيح. المهم سابعة، accept any reasonable explanation of the new year resolution. قبل هاي ده تقول شنو هذا الجواب؟ It is a decision to do something better in the new year. هذه ممكن، هذا هو الجواب، مو هذا عزيزي، هذا الجواب. It is a decision new year resolution، هذا قرار هاي resolution قرار، و decision قرار، يقول هذا قرار لعمل شيء ما أفضل في السنة الجديدة. أوكي، طيب بس انتهى هذا التمرين أعزائي. نروح على الآخر. سي، go write a letter to a friend in Britain describing a traditional celebration in Iraq. اكتب
اكتب رسالة إلى صديق في بريطانيا تصف له احتفال تقليدي في العراق، اكتب حوالي 150 كلمة، start like this، ابدأ على هذا النحو، dear عزيزي فلان، تكتب شخص معين، you asked me to tell you about a traditional celebration in my country، انت طلبت من عندي ان اخبرك حول احتفال تقليدي في بلدي، I am going to tell you انني انوي ان اخبرك عن، وتكمل حوالي 150 كلمة هذا انشاء. طيب نعبر على الصفحة الأخرى أعزائي، further practice، تمرين إضافي، role play، هاي لعب الأدوار، التبادل أنت وصاحبك، يقول هنا صفحة 16 في الكتاب، هذا الدايلوج أعزائي، فعندنا هنا طبعا هذا حليناه، هذا تلقاه محلول بصفحة 16، أنا حاله يعني هذا بالنسبة للستودنت. student B هذا اللي يقصد B، اوكي هذا الجزء مال A اللي هو اعزائي هذا صفحة 16 بالكتاب اللي هو هذا الجزء محلول، هسه يبقى لنا هذا الجزء اللي قلنا عليه هسه هاي صفحة 16، هاي صفحة 16 من الكتاب، صفحة 16 من الكتاب راح نحل هذا 2 واللي راح يكون حل هنا اللي هو هذا الدايلوج read the part lesson هذه، اوكي زين هذه هنا have you been eating spaghetti، هل انت تاكل سباجيتي، اوكي طبعا هذه راح اقرا لكم اياها مع الاجوبه، هذا الصفحه 23 هذا الدايلوج 2، اوكي اللي هي هاي الاجوبه مالته انطيكم اياها اعزائي، اوكي هاي الاجوبه هذه have you been eating spaghetti، هل انت تاكل سباجيتي، how did you know Mr. Detective، كيف عرفت سيد Detective، you have got tomato sauce all around your mouth، يقول لها كيف عرفت يا سيد Mr. Detective، يقول لها انت تاكل هنا، يقول لها هل انت تاكل سباجيتي، هذه هنا هذه اول وحده، فهذه شنو اعزائي هذه البي الاي هاي، فهاي اللي راح اقراها هذه راح تكون اللي راح اظللها باللون الاصفر هي الاجوبه لهذه، هذه راح تظللها هاو ديد يو نو مستر ديتكتيف، هذا هنا ايش يقول له؟ يقول له كيف عرفت يا سيد مستر يا ايها السيد يا محقق، يعني هذه راح تنحط، هاي اللي اظللها تخلوها بالفراغات، اوكي هنا وهنا وهكذا فعلكم اياها كاملة، يقول انت شلون عرفت يا سيد محقق يعني ديتكتيف محقق، فيقول لي you have got tomato sauce all around your mouth، انت عندك هاي الصلصة مال الطماطة المرقة مال الطماطة داير مداير فمك، it was delicious but I'm still feeling hungry، كان لذيذا لكني ما ازال اشعر باني جائع، اوكي طيب I am too أنا أيضا I've been working all day أنا كنت أعمل طوال اليوم really what have you been doing حقا ماذا كنت تفعل painting my room أصبغ غرفتي what color you have painted it ما هو اللون اللي أنت صبغته بي يقول green and white أخضر وأبيض it looks great يبدو رائعا can I come and see it هل يمكنني أن أأتي وأراه قال of course but I haven't finished yet نعم بالطبع ولكني لم أنهيه لحد الآن أوكي هذه الأجوبة بالنسبة لي الأي هاي فراغات وهذه هنا خلي لكم إياها الأي أنا مضللها كل جماعة الأي فهاي تخلوها وتكتبوها في التمرين أعزائي أوكي قبلوا هذه هنا خلينا نشوف هذه نعم 23 تقبلوا أطيب تحياتي أعزائي وإلى اللقاء.